بس انت قلت قبل ما تقول لا تعليق قلت كنا نتمنى انه يبقى بطريقه توافقيه يعني فعلا، بس انا ما اعرفش ايه اللي حصل. هل ادى الامر وصل الى عدم امكانيه ذلك؟ هل مش عارف ايه اللي حصل. لكن انت لما سمعت القرار يعني قلت ايه؟ انصر دينك يا دكتور مرسي ولا قلت لا؟ انا طبعا انا بقول لحضرتك اللي امنيتي واللي كنت بدور عليه من قبل حتى جلوه الاعاده، واللي اعلناك في بيان الدعوه بمجرد صدور حكم المحكمه الدستوريه والاعلان الدستوري وقرار الحل، ان احنا شايفين ان ده في تجاوز. تجاوز طبعا، لان هو اصلا نص يعني اللي رفع القضيه بيقول عايز احل التلت. ما يعني انت دلوقتي واحد بيقول لك انا في واحد ظلمني وعايز عقوبه له 5 سنين مثلا، 15 سنة. وبعدين مش كده كمان، ده في حاجه غريبه جدا انه بيقول لا من ساعه ما انشئ. وده مش معتاد نهائيا في مثل هذه الامور. على اي الاحوال الامر ده خاصه ان في يعني دستوريين كبار جدا جدا لهم وجهه نظر مخالفه لحيثيات الحكم، وقالوا ان لازم قانونيا هو منطوق الحكم، وهم ما قدروا ما حطوش الحيثيات في المنطوق. ليه؟ لان المنطوق ما ينفعش يبقى على خلاف الدعوه، ولان هو له صلاحيات معينه. على اي الاحوال احنا قلنا ان، وبعدين جهه الحل من الذي يتخذ القرار وامتى؟ القرار صدر مثلا يوم الثلاث، قعد مجلس الشعب 48 ساعه الى يوم الخميس يوم ما صدر قرار الايه؟ الحل. وكان ممكن يقعد بدل 48 ساعه ممكن يقعد قد ايه؟ شهرين. ممكن يقعد 4 شهور ويبقى محلوق برضه لازم القرار الحل. لان من الذي له سلطه الحل؟ هي دي ايضا مساله خلافيه. طيب لكن حل الموضوع من وجهه نظر الرئيس بفكره اعادته ده برضه مش اجتهاد، اجتهاد قانوني، اجتهاد بالتاكيد. هو مش هو اللي اكيد له مستشارين وله اسئله بيجتهد فيها، بيجتهد بناء على كلامهم بياخد الاحتمال ده. انا اشوف ان لابد تحصل مشاورات مع كل الجهات بحيث انه يتم حل المشكله، وليس ان احنا نقعد نخبط في بعض قانونيا، لان هي المساله او ان دول يطلعوا قرار ودول يطلعوا قرار وده يطلع قرار ونعمل ونخش في مشكله احنا البلد مش مستحملها. لكن حضرتك بتقول اتخضيت من ايه؟ من رد فعل المجلس العسكري مثلا؟ اتخضيت من ان احنا ممكن نخش في ازمه تصادميه، كنت بدات الحظ انها بدات تبعد عن مصر. ان اصلا بدايه قبول وصول مرشح ينتمي الى التيار الاسلامي السياسي الى منصب الرئيس كانت خطوه غير مسبوقه في التاريخ. صحيح. وقبولها وتمهيد تهيئه الناس لوضع جديد وامكانيه التعامل وتسليم المجلس العسكري للسلطه زي ما حصل، انا كنت خايف من هذه الامور. لكن بلا شك انها قلقي ده بدا يقل لما لقيت ان الامور بدات تتحسن، وبدا في جلسات مشاورات بين المجلس العسكري وبين الرئيس، وبدا في اخذ ورد، فالواحد امل كتير في ان الامور تمشي تبقى كويس بطريقه تدفع البلد لقدام، لان احنا محتاجين مصر تقوم على رجليها. مصر في ازمه لابد كلنا نستشعر ده. وبعدين لو حد كسب على خراب او هدم مش هيكسب، كلنا نكسب مع بعض هنخسر مع بعض. ده كلام رائع. يعني احنا كلنا محتاجين جهد كل حد في تحقيق اكبر قدر من المهم. وبعدين احنا كلنا بينا اختلاف، وكلنا مش عايزين نتخانق مع بعض، بلاش نتخانق، بنختلف مع بعض. انا بقول دايما في دوائر متقاطعه، الدعوه السلفيه والاخوان المسلمين، الاتجاه الاسلامي والتيار الليبرالي، المجلس العسكري والمؤسسه الرئاسه والمجلس الشعب، بس في دوائر متقاطعه فيها قدر من في جزء متفق عليه. احنا نحاول ننمي هذا الجزء ونستغله، ونحاول نعالج الجزء الآخر بما يمكن.